على غير العادة تتفاقم حالات الحميات في مدن مختلفة في وادي وصحراء محافظة حضرموت شرقي البلاد. انتشار الحميات أربك المواطنين وبات يشكل كابوسا لدى معظم العائلات في ظل إجراءات حكومية وصفوها دون المستوى. الحاره كلها عندنا بعوض، والبلار كلها بعوض، والناس صيح ونسمع انهم يقولون رشون رشون، والبعوض لا زال منتشر، والبابا منتشر، يعني كل بيت الان بالمثبتات. الحاره حقنا ما تحصل حتى يودي الطحين، ولا كل الناس مرضى. نتمنى من السلطه ومن الصحه ان يخرجون يعملون حمله حقيقيه المناطق كلها بشكل منتظم، اي مكان لازم يدخلونه. ونتمنى ان الصحه يعني الوضع الصحي يتحسن باسرع وقت. الناس تعبوا، لا تحصل مكان في عياده، لا في وحده صحيه، الا الناس مليان كلهم مرضى. لمتى ذا؟ تشير الاحصائيات الرسميه ان عدد الحالات المسجله بحمى الظنك في وادي حضرموت وصلت نحو 500 حاله مسجله، فيما يتوقع المختصون تزايد عدد الحالات لاكثر من 5000 حاله خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وهو ما شكل ضغطا على المرافق الصحية والكوادر الطبية التي تعاني نقصا في الإمكانيات اللازمة لمجابهة انتشار الحميات المختلفة. طبعا في حضرموت الوادي سجلت الحالات المبلغة من قبل المرافق الصحية فوق 500 حالة اشتباه حميات، وأغلبها حمى ظنك، لكن ما خفي كان أعظم، فهناك آلاف الحالات مخفية لم تبلغ من قبل الأطباء والمرافق الصحية، ومنهم من يعالج في البيت ومنهم من يدبر نفسه بنفسه، لكن هناك أرقام كبيرة، وهذا العبء عبء كبير على مكتب الصحة، لأن المسؤولية ليست مسؤولية الصحة لوحدها، فيجب كل المكاتب ذات العلاقة والجهات ذات العلاقة من أشغال من بيئة من مياه من أوقاف، كل لازم يقوم بدوره وبالواجب الذي عليه. مصادر متعددة يعتقد أنها أسباب رئيسية لانتشار الحميات. ترى الجهات الرسمية أن عملية مكافحة تلك المصادر بما فيها البعوض الناقل مسؤولية مشتركة بينها وبين المواطنين، فيما يحمل المواطنون الجهات المختصة مسؤولية القيام بدورها في محاربة بؤرة المرض والحد من انتشار الحميات ووضع المعالجات اللازمة. عبد الله مومن، يمن شباب، حضرموت.